يلا بسم الله الرحمن الرحيم. شباب ما بدنا نضيع وقت، ماشي؟ تسجيل بلش. اول شغله اكتب لي حمدة. ها؟ او مدحة. مدحة مدحة. ما في حمدة ولا مدحة. خلاص اكتبها مخك. ما ميم دال حاء. حمدة. لا لعنة. اكتب لعنة. يلا ما كنا نبلش فيها. يلا. برفع. يلا يا بكر يلا. اكتب لعنة. يلا. لا. على صدرها. من هون بتبلش العربي؟ من يمين بابا شو؟ قولي من هون؟ جيدة بابا. لا. لا. ع. يلا خلص قولي. لا. ع. لا. عشوي جميل. عشو تاني ولا عشو؟ خلص تاني. يلا. اكتب يلا سلفة. سلفة. لعنة سلفة سكنة. اجي سلفة. اكتب اكتب اللي هقول لك انا يلا. لا. شنو؟ عشا. طفي ضوء طفي ضوء هي. طفي. لا مو تعالي. مبلا مبلا يلا. يلا كتبت سلفة محمد. انا اخلص طبعا الكلمات اكتب كل ما هي بعد شو بعد نعم سلفه س لا ب خلصت كتبت سلفه اي يا ابي اي انا روحي لان لا سطر سطر تحت عمود عمود عشان ما اخربط عشان صح لك انا لا يلا سري يلا اكتب س لا ف ابي صح ما بعرف بالاخير صلحنا هلا يلا سين ال ابي اللام بتتصل بالفاء والسين؟ انا كتبت السين اتصلت باللام وبالفاء بس انت تحكي شمتنا قال اخوك منا سا يلا بكر سرعة بكر سالفة شو يعني تخربط حالك انت؟ يعني شمتنا تنقل لاخوك يعني تكون عند اخوك الثاني يلا سالفة يلا وجد وجد اي الواو بتتصل؟ بلا عن جد الواو بتتصل لا ما بتصل الواو بشي و ف سلفة شو بعد سلفة وجد وجد خلصت يلا السريع بكرة تلحق محمد وجد الواو بتتصل خلصت يلا يلا ثواني منع و والجيم بتتصل؟ الجيم بتتصل ايوه سمو الواو باللي بعده. يلا على السريع. و النون بتتصل بالعين؟ جا شي اكيد بس الواو والراء والزاي والالف والدال والذال ما بتتصل ما في زاي بهالكلمة اي خلص ما زي بتتصلوا ما ما وجا يلا ضرب ضرب هم طي محا شوي حمد بكر بدي باخذ الحلبة شوكولا ابيض سكر هلا يا ضرب ما في عندك خذها لما هلا بدي ادور الوقت عم يروح على الفاضي في وحده اللي جاي تاخذها لاخوك يلا شو انا اول كلمه اعطيك انا وش لعنة ام اي لعنة وسلفة وجد يا راسه يا بكر اي شو بعد مانع يلا خلص بكر خلص انا اي انت جاي تشاطر عليك بس على الصدر ها صدر صدر ماشي عايشة على الصدر صلح يلا بكر يلا روبي ما بدنا تكون بسرعة بس ممكن على الصدر يا معلم قلت لي انا وين محل ثاني هلا كانت محل ثاني وين ليكا جيبها يلا جيبها على الشباك يلا جيبها على الشباك وجا اعطيها واحدة كذبة على الليمون كمل يلا تعالوا تعالوا وجا تقدر تتصل بالجيم شي اكيد يلا وجا ليش انت ليش شو يعني شيء اكيد طبعا يعني شو قلت لحمد بعد وجد انا كنت اسوي مانع مانع يلا حبيبي حمان شو بعد مانع
ده وجده. شو بعد وجده؟ منع. يلا حمد حمد شو بعد منع؟ بعد منع بنعطيك كلمات صعبة سألتها. قايل له قايل له وقف كتابي كتابي انا شو بعد وجده؟ منع. يلا بكر منع. ابي انا لك شو عم بمشي لك شو عم بمشي بالوردز عم بكتبهم هيك ورجع بس خلص اللاين برجع وبلش من تحت واكتب 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 واكتب. يلا يا بكر. انا منع. حمد يلا. ضربة منع. لا ما بعرف. لا لا ما بعرف الضاد. انا ما دخلني انا بدي احكي. ما بدي. يلا خلصت منعة؟ حرف الضاد. حرف اللغة العربية حرف الضاد اخو الصاد. فنطة. ايه ضو ضو ريبة. منع. شو بعد منع؟ ضربة. هلا 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 مو تصحيح. تصحيح بالاخير. بعدين بقول لك انا فين لك الان. يلا عسلك جوجي. ليش ما قلت لي؟ بالاخير تصليح. دوري بقى. يلا شوف ما يكون بدش ما هي مسابقة؟ يلا اكتب لي. شو بعد دوري بقى؟ اكتب دوري بقى عبد الرحمن. دوري بقى. شو بعد دوري بقى؟ دوري بقى. بعد دوري بقى. دوري بقى. رازقة. رازقة. را دو ما يتصل. رزقة. رزقة. كأنه رائعة من مرات. ليش؟ رزقة. رزقة. طيب. دوري بهي. دوري رزقة. دوري بهي. دوري بعدين رزقة. يلا. أنت بطيئة بكر بالكتابة. بس تطلع الشر إن شاء الله. صحيحة إن شاء الله. ممكن تكون صحيحة. حماد خلصت؟ يلا اكتب لي. اللهم صل على رسول الله. دوري با با. بعدين شو كده رزقة مو هيك حمدنا احنا؟ رزقة. يلا بعد رزقة اكتب لي يا محمد مرجة. مرجة سهلة. الباء بتنتصل بالراء. طار من ايدي. الباء بتنتصل بالراء. ليك اول ليك. الراء والواو والزاي والدال والذال والالف ما بتصل اللي بعدها. الميم والميم. ري ري وباء با با بعد الراء. معلش بعدها بس ما بتصل فيها. الراء ما بتصل بعدها. ليش الراء ما بتكمش اللي بعدها مثل الواو؟ شلون يعني؟ من تحت نسوي لاين. شلون ما بتضبط مو هيك؟ تاخذها غلط. منطقيه مو صح. مبروك ابو احمد. يلا كذلك مرجة. ري مرجة با. لا يلا اسرع. ما طول ايه علينا. يلا هذا انكسر منه بوزي صار يمشي يكتب شوي صغير. اسرع. ضربة. شو بعد ضربة؟ مرجة. ما مرجة. يلا بكر ما انا بدي اكتب مرجة. هي كتبها عم اكتبها هلا مرجة. يلا ما جيمي حالة. جيمي حالة. جيمي حالة. را شلون يعني؟ شلون تكتب الجيم لحالة؟ مثل الأحرف. تعلم الأحرف. تعلم ما را جيم جيم ما بتنتصل برا جيم. صح. شلون تكتب بكر الجيم؟ مثل ما نتعلم الأحرف ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء. جيم صح. يلا ما بدي إلا كذا. بس الجيم بس الجيم هاي صح. بس يحطوه لما لما ما ما تنسى ما تنسى غلط. خلاص استوعب جيم. هلا الاخير نشوفه يجوز صح يجوز لا غلط. خلاص روح بيجوز. يلا اكتب لي يوم يوم يوم. يلا هذا اسر هذا اسر ما اسر. اكتب لي يوم. مهرجان. خلاص مهرجة بكر. يلا مهرجة بعدين يوم. يا يوم. الله حرف شو هو؟ يا بعدين واو
صارت يو بعدين مرة جا مين شو بعد مرة جا يوم يوم إيه يوم لا يوم بس فتحت جال يوم يا يوم يا يو يعني يوم شو بعد يوم شو بعد يوم يوم إذن اعطيني شاط لا خير ددن كلمة صعبة مو هيك طيب لا 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 اي شو بدك شوفنا هات هات أستاذ أول شيء يا روبك هات أنا هاي البودة ما عم تضبط أبي أعطيني كلمة كبيرة فوهبة يعمهون فوهبة فوهبة لا يعمهون فوهبة اكتب فوهبة يلا ها فوهبة يلا السريع أي يو يوم يوم بعدين فوهبة ف يا يو يو و ها و ها شلون ها هيك أيوة بالضبط يلا و ها يو شو اكتب فوهبة بعد فوهبة يوم فوهبة تذكر كود فوهبة؟ لا يلا أسر يلا أسر يا محمد يلا أتأخر بكرة سبعك ها شو بعد فوهبة؟ ذهب ذهب ب ها الذال بينتصل بها؟ هلا الذال بيتصل يا بني الذال مثل الدال والراء والزاي ما بتصل اللي بعده ف ده اوكي ذا ها و ها ب ابي شو بعد وصفه ذهب ذا ها و ش انا صعب شوي ذا ب ايزي ذهب شو بعد ذهب وهب يا خلص اللاين وهبه يلا خليه يقرب على بعضهم بابا عم سوي نوم بدالي هلا كله عم تحاول في الثلاثيات شو بعد وهبة؟ بعد وهبة لهبة أبي لهبة أبي الباء بي وهبة إيه وهبة أتخيل شو بهلكة بهلكة شو هلا وهبة؟ كلمة كلمة بعد فوهبة هلكة طيب ماشي فهلكة أو هلكة هلكة يلا اكتبها شيء لهبة هلا لهبة لهبة با ذهب ذهب شو بعد ذهب وهبة وهبة و ذهب بعدين وهبة و ها و ها با با جيد ابو احمد جيد بكر الله شو بعد وهبة لهبة لهب تبت يا ذئب لهب بعد فوهبة هلا لا هل كذب لا كذب لهب 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 أما لا أنت بعد فوهبة لا تخليني أكتب كتبنا وهبة بعدين لهب لهب أكتب مع مولي بعدين ف هايكم بتجمعوا على كيفك أنا أعطيك الوضع كيف شو بعد وهبة لهبة لهب تبت يدا أبي لهب 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 أكتب لهب أشياء شو شو بعد فوهبة لهب محمد شو كتب بعد نفس 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 الشيء دويا لا لم تتصل بالهاء لا لم تتصل بالهاء طبعا شو لا لام هاي ولا شلون لام ليش عم تتصل لام تصل لام هو وهي ولا راء ولا دال ولا دال اوه مثل الايت لا لا مثل الايت صح لا
لها شو بعد لعبة؟ شو بعد لعبة؟ حكمة. حكمة إيزي. ح. 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 و. ك. ك. الكاف تنتصل. ليش لا يعني ليش لا يعني شو سبب؟ أكيد. الكاف تنتصل. أكيد. بالحق. إيه كله بتصير الحق. خلص. شو خلصت؟ يا لا خا ك شو هي الكلمة؟ رئيس الكلام شو الحرف؟ حاكمة. حاكمة. هلا أنا بلش خليني أكتب كلمة كلمة. شو لي ختمة؟ حاكمة. شو لي ختمة؟ شو عد حكمة؟ ختمة. حكمة أو تنتصل بالخاء بتنتصل هي مو راء ركز معي كلها بتتصل الى الراء واختها الزاي والدال واختها الذال والواو واخت والالف ماشي ايه الالف والواو بينتصلوا لا هيك هاي خلص شو بعد ختمة يلا بكره خلص ايه يلا حمل لا مو هذا حملة حملة حمد انزل حملة أبي يا أبي أبي يا أبي أبي أما شو هي كلمة أنت last one ختمة خ ت ما أنت التاء والدال كلهم بيتصلوا مع بعض يا حبيبي كلهم هاي ما في دال التاء مثل الراء بلا دال يا رب كده خلص شو بعدك شو خلص حمد ح لا حملة حملة لو شلنا اللام حطينا دال شو بصير كلمة حدمة لا حمدة حمدة كل اللي حملة حمدة ح صحيح أم حمد أم سباني لا أجي سوي يلا علي ما بس أما يا خا وتا بنتصلوا كله تصلوا من مين؟ خا أبي خلصت حمدة حمدة اكتب لي غفرة غفرة ختا شو؟ ما شو بعد ختمة؟ حملة ح شو بعد؟ شو بعد؟ حمدة ها جاهز شو بعد حمدة ما. عبدة عبدة لا انت ما قلت لي عبدة قلت لي كلمة ثانية لا ما قلت شيء عبدة قلتك ها قلت لي كلمة ثانية ما حما ميم تنتصل بالحاء نعم كله يتصلوا مع بعضهم والدال تتصل بالميم لا انت التالي وراء ما بتصل باللي بعدهم مو باللي قبلهم بتمد الى اللي قبله بس اللي بعده ما بتصل فيه فلاي مثل الهدى هاء دال بعدين الف مخطوطه لبرا مد فيها اما الهاء بالاول داء بدال ايه الالف ايه اذا كان نون الف بتصلوا اي شو الكلمه اذا كان الف نون عبده عبده يلا عبده سريع يلا ح ح ما لا لام تنبسط شو وقت حملة؟ بنبدل اللام دال بتصير حمدة غير حمدة كتبها هو كتبها كتبها حمدة بس شيل اللام حط دال حط كلمة تانية يعني اكتب ح ميم دال شو حمدة. بعد عبدة؟ بعد عبدة اكتب لي جاءتك لك لا عبدة بعدين جاءتك عبدة بعد عبدة جاءتك شو بعد حمدة عبدة
حمدة؟ يا حمد الله شو هي الكلمة؟ جاءتك 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 يعني شو هي؟ عبدة عبدة نعم عبدة عبدة نوح رب ألف عبدة شو بعد عبدة؟ بعد عبدة جاءتك لا؟ اوه عمل يخسر لا ما تفرجت ما شفت شيء لسه يلا بكر يلا شو بعد معم عبدة جاءتك محمد سبقني محمد سبقني لا انتو يا سوا سيم يلا عبدة شو بعد عبدة جاء اكتب لي جاء الحمد جاءتك انت اكتب لي جاء مو جاءتك بعدين نرجع جاءتك يلا اكتب جاء حمد يلا جاءتك جاء 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 بالأول جاء جيم ألف لا تتصل بالجيم لك يا بني كله بيتصل باللي قبله تتصل ايه جاء جاء جاءت جاءت كاف كاف يا حل ما بتتصل جاءت بلن بلن كاف تتصل بلن جاءت كاف جاءتك يلا بعد جاءتك اكتب لي شو بعد جاءتك آدم شو شلون الكاف آخر شيء تلفظ لا بتنكتب مثل عادي مثل ما تكتب الأحرف الكبيرة أنت أعرف تعلمية بالأرض يا حمد ما خلص شو بعد جاءتك؟ بعد جاءتك آدم مثل آمنة جاءتك دا آدم شو بعد آدم؟ شو بدك لك خلص آدم؟ شو بعد؟ أبي نش الدال والألف شو هي؟ الدال والألف ما تصلوا؟ لا هذا ما بتصلوا بعض أبدا همزة بالأول بعدين ألف بعدين دال بعدين ميم هاي علم لا ألف أنا حطيت همزة أول شيء مثل آمنة آمنة آدم آثرة همزة ألف همزة ألف شو بعد آدم؟ همزة ألف آدم ها همزة على السطر بعدين ألف أنا شو همزة على السطر؟ أنا شو همزة على السطر بعدين ألف بالضبط شو صارت؟ الألف اللي بتحط فوقه يعطيها جنبه والألف بالضبط صارت أنا دال بعد شو بعد جاءتك؟ دال بعد شو بعد بالضبط. آدم؟ آمنة لا لما أنا كنت عندك جاء آدم لقيت كلمة جنبه خلينا نكتب أنا آدم آمن بآل مين شو تصل بالدال؟ كل على سمنا إياها مو كيفك إنك تنجي. الميم تتصل بالدال. ما في دال هون آمنة. لا آدم. لا الدال ما تصل بالبعد أبني. يعني هذول على آدم يعني آدم ولا حرف تصل مع الثاني مثل رزقة. يلا سيدي حمد كيف. جو شو وعد ميم آدم. آمنة. آمن أو آمن وحي الله. آمن. شو آدم. ما اي الهمزه على السطر كمان نفس الشيء ادم امن اثر اثر نفس الشيء همزه الف شو بعد آمن آثرة شو بعد نفس الشيء حمد سبقني
لا لا بس غير واحد، يلا استركين واحد بس اكتب. شو بعد اثر؟ لا خلص ابكر، يلا ابكر يلا.